السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا موعدنا الآن مع تتمة لتصحيح الكراسة صفحة 132 134 135. إذا هنا تتمة لتصحيح صفحة 100، إذا نأخذ صفحة 135. إذا اقترح طريقتين مختلفتين لحل المسألة الآتية. إذا اشترى علي 35 كرة بيضاء و 18 كرة صفراء. إذا علمت أن ثمن شراء الكرة الواحدة هو 17 درهما فاصل 50، فاحسب ثمن شراء الكرة. إذا هنا سوف نأخذ طريقتين. إذا لاحظ معي هذه الطريقتين هنا. إذا الطريقة الأولى عدد الكرات التي تم شراؤها. إذا أخذنا كرة البيضاء، الكرة البيضاء 35 زائد الكرة الصفراء، وجدنا أنها 53 كرة. ثم قمنا بماذا؟ قمنا بضربها في 17.50، وجدنا العدد هو ماذا؟ 927.50 درهما. إذن هو هذا هو ثمن شراء الكرات. أو الطريقة الثانية، إذا ثمن شراء الكرات البيضاء. إذا أولا نأخذ ثمن شراء الكرات البيضاء، ثم ثمن شراء الكرات الصفراء، ثم نقوم بجمعه. إذا نأخذ 35 في 17.50، وجدنا أنها تساوي 612.50 درهما. ثم ثمن الكرة الصفراء فهي تساوي 18 في 17.50، إذا تساوي 315 درهما. إذا ثمن الكرات هو ماذا؟ هو المجموع ديالهم، إذا 612.50 زائد 315، إذا أعطتنا العدد هو 927.50 درهما. الآن ننتقل إلى تمرين 2. أوجد حل المسألة بطريقتين مختلفتين. إذا عمارة تتكون من 17 طابقا، وبكل طابق 6 منازل، وكل منزل يحتوي على 11 نافذة. أحسب عدد نوافذ هذه العمارة. كذلك هنا لدينا أخذت طريقتين. إذا الطريقة الأولى هو عدد منازل العمارة. إذا نأخذ 17 طابقا ونضربه بكل طابق 6 منازل، نضرب في عدد المنازل، إذا وجدنا أنه تساوي 102 منزلا. إذا عدد نوافذ العمارة نأخذ 102 ونضربها في 11، 11 هو عدد نوافذ، إذا يساوي 1122 نافذة. أو الطريقة الثانية، نأخذ عدد نوافذ الطابق الواحد، إذا 6 في 11 تساوي 66، وعدد نوافذ العمارة تساوي 66 في 17 تساوي 1122 نافذة. إذا هذا بالنسبة لتمرين 2. الآن نمر إلى تمرين 3. اشترى صاحب دكان 25 علبة من البيض. تسع العلبة الواحدة 36 بيضة، وأدى للموزع ثمنها وهو 540 درهما، ثم باع كل بيضة بثمن 0.75 درهما. أحسب الربح الذي حققه صاحب الدكان عند بيع البيض بكامله. إذا اقرأ المسألة وتتبع الطريقة الأولى لحلها، ثم أوجد الحل بالطريقة الثانية والطريقة الثالثة. إذا نرى الطريقة الأولى. إذا عدد البيض الإجمالي، إذا أخذوا لنا 36 وهو عدد العلب، عدد العلب في ماذا؟ في 25 علبة التي كانت لدى عند صاحب الدكان تساوي 900. إذا ثمن شراء البيضة الواحدة بالدرهم أخذوا 540 قسمة 900 أعطتنا 0.60. الربح الذي حققه في البيضة الواحدة بالدرهم 0.75 ناقص 0.60 تساوي 0.15. الربح الذي حققه عند بيع البيض بكامله بالدرهم 0.15 في 900 تساوي 135. إذا لنرى الطريقة الثانية. إذا هنا أخذت الطريقة الثانية. إذا ثمن شراء العلبة الواحدة، إذا نبحث أولا عن طريق شراء العلبة الواحدة. إذا سنأخذ ماذا؟ سنأخذ 540 قسمة 25، إذا نقسم على 25 تساوي 21.6 درهم. ثمن بيع العلبة الواحدة تساوي 36 في 0.75 تساوي 27 درهما. الربح المحقق في العلبة الواحدة يساوي 27 ناقص 21.6 يساوي 5.40 سنتيما. إذا الربح المحقق عند البيع هو 25 في 5.40 يساوي 135 درهما.
إذن هذا بالنسبة للطريقة الثانية. الآن أمر إلى الطريقة الثالثة، سأخذ عدد البيض الإجمالي. إذن البيض الإجمالي يساوي 36، إذن عدد العلب الذي هو 36 في 25 الذي هو 25 علبة البيض التي كانت لدى صاحب الدكان، إذن تساوي 900 بيضة. إذن المجموع هو عدد البيض هو 900. ثمن بيع البيض بكامل، إذن البيض اللي بغينا نبيعه كامل، إذن نأخذ 900 في 0.75 يساوي 675 درهما. إذا الربح المحقق عند بيع البيض يساوي، نأخذ 675 ونطرح منها 540 الذي هو ثمن الموزع، إذن يساوي مدى 135 درهما. إذن هذا بالنسبة للطريقتين. الآن نمر إلى التمرين 4. إذن لصناعة طن واحد من الورق الممتاز يحتاج مصنع للورق إلى 2385 كيلوغراما من الخشب و 440 ألف لتر من الماء. أحسب كتلة الخشب وسعة الماء اللازمتين لصناعة 900 غرام. إذن نكين واحد الخطأ، إذن نأخذ كيلوغرام، إذن نكتب هنا كيلوغرام من الورق الممتاز. إذن كيف نقوم بحساب هذا التمرين؟ إذن نأخذ الآن، إذن أول حاجة سنبحث عن ماذا؟ إذن هنا ماذا معطونا هنا؟ لاحظ معي ماذا قال؟ إذن هنا يحتاج مصنع الورق 2385 كيلوغرام من الخشب و 440 ألف لتر من الماء. إذن أحسب كتلة الخشب وسعة الماء اللازمتين لصناعة 900 كيلوغرام. إذن باش نلقاو حنا 900 كيلوغرام يجب هنا تحويلها لماذا؟ هنا عندنا الطن. إذن يجب تحويل الكيلوغرام إلى الطن. إذن أول حاجة خصنا هنا التحويل. إذا كيف ماذا سنفعل؟ إذا سنأخذ 900 كيلوغرام ونحولها إلى الطن، إذا تساوي لنا كيلوغرام، إذا تساوي 0.9 طن. الآن سوف نأخذ، لدينا ماذا؟ لدينا كل واحد طن ماذا يعطينا؟ يعطينا 2300، يعطينا 2385 ماذا؟ كيلوغرام. إذا إحنا بغينا نقلبو على 0.9 طن، كم تساوي من كيلوغرام؟ إذا هنا نستعمل العلاقة الثلاثية أو الربع المتناسب. إذا نأخذ 0.9 في 2385 ونقسم على 1، إذا تساوي لنا، إذا هو 2146.5 كيلوغرام. إذا هذه هي ماذا؟ هي كتلة الخشب. إذا هذه هي كتلة الخشب. إذن هذا بالنسبة لكتلة الخشب. الآن بالنسبة لسعة الماء، إذن هنا كمية الماء اللازمة، إذن هنا كمية الماء اللازمة، إذن كذلك هنا ماذا سنفعل؟ إذن سوف نقوم بالتحويل. إذن هنا لدينا واحد طن، إذن واحد طن، إذن سنحولها إلى ماذا؟ إلى الكيلوغرام. إذن أول حاجة نحول الطن إلى الكيلوغرام، يعطينا 1000 كيلوغرام، إذن هنا يساوي 1000 كيلوغرام. ثم نقوم كذلك بماذا؟ إذا هنا لدينا ماذا؟ إذا هنا لدينا كل 1000 كيلوغرام فهو يعطينا ماذا؟ 440 ألف لتر. إذا احنا بغينا 900 كيلوغرام، إذا كم تساوي؟ كذلك نستعمل الرابع المتناسب، إذا تساوي 900 في 440 ألفا قسمة ماذا؟ قسمة 1000. إذا نجد العدد هو 396 ألفا ماذا؟ لتر. إذا هذا هو الجواب. إذا هنا كتلة الخشب وهنا كمية الماء اللازمة. إذا هذا بالنسبة لتمرين 4. إذا تأخذه هنا بالنسبة لتمرين 4، إذا تكتب هنا، تقسم المكان وتكتب هنا كمية الخشب وهنا كمية الماء اللازمة. ما زال دعمنا متواصل لجميع الدروس لهذه المرحلة الأخيرة، وللإشارة ستكون مراقبة مستمرة والوقوف عليها لتصحيحها. إذن من فضلكم مراجعة جميع الدروس، وإلى اللقاء.